بالأخير شكرا مجلس الشعب استجاب، وشكرا مجلس الشعب فات بموضوع أنه في عنا أزمة وفي عنا مرض الآن اقتصادي، بس المشكل حطوا الآن الحل، وأنا هذا اللي بعترض عليه، ردوا اللجنة الاقتصادية زائد مجلس الشعب، قال بدهم يتشاركوا ويطلعوا قرارات. ألم تكونوا موجودين في ذلك الزمان؟ ليش تأخرتوا؟ إذا كان عندكم الحل وما قدمتونا إياه خلال 3 سنوات هذول في خطأ، وإن ما عندكم حل ما استفدنا شيء. بدنا الآن بعد الأزمات يجب الخروج من التفكير العادي، بدنا نطلع برات الصندوق. كله بيقول تفكير خارج الصندوق، لحنا لا، حاطين حالنا في صندوق وقافلينه ومضيعين المفتاح.